الجامعة دي قريت وانا المرحلة دي وصلت عليها. شغالة عليك الله شغالة شنو قولها لي بصوت عالي. شغالة شاية. قولها لي بصوت عالي. شغالة شاية انا في الشارع بتمرمط في الشارع عشان ولدي. ولدك عنده سياسية شنو؟ ما عنده اي لون سياسي. ولد بيلعب في المنتخب بس بتاع الجامعة بيلعب كورة. ما عنده اي لون سياسي، ما عنده اي علاقة بالسياسي. حق ولدك ما حد حق ولدك كلنا حناخده لك. دم ولدك يا جدتنا. ولدي مسكين يقول لي يا امي ما اصبر يا امي انا بنتي في الجامعه ب 2000 والله بقى الاول وبارح يعني قال لي انا فطرت سندوتش ب 2000 والله العظيم انا امي انا ابو انا اي حاجه بالنسبه لي والله العظيم اليوم اجاني قلت له ابوك ما قاعد يدق لي اليوم ما قاعد القى وما قاعد اشوف زعت بعيني انا حبوبتي بتديني بس قال لي 10000 مره ابوك قاعد بعيني ثلاث عشان امشي الجامعه انا الجامعه يومي قال لي ما بخليها والله لو امشي جامعه ما بخليها يومي اصبري اصبري يا حاج جرب تقرب والله العظيم ولدك عنده عداء شخصي مع اي ما عنده عداء مع اي اساله الحله دي كم ولدي صغير وعمره يكون عنده عداء ما عنده اي عداء ما عنده عداء وما حيزن والله العظيم ما زوج بيلعب كورة بس كورته وجامعته أصلا المفروض يكون في ثالثة لظروف السنة اللي فاتت جمعة السنة دي نزلت الجامعة مش أول الناس الجامعة بالحصن نزلوا لظروف بروش بس السنة اللي فاتت السنة دي تكلمت بيجاي دفعت دفعني أول حاجة 1,400,000 وامتحن ملاحق في 12 مادة ونجح فيه تستمستر الثاني ما امتحنوا ليه تعطي لي ظروف امتحن لما جيت دفعت له قرش الحق امتحن وقام باص الامتحان مشي سنة ثانية ومضيف هسي هذا نازل سيمستر الأول في سنة ثانية المفروض يكون في ثالثة بس ربنا يتقبله إن شاء الله ربنا يصبر اللهم آمين يا رب ربنا يصبر